يقول الشيخ: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين الفاتحة والسورة التي بعدها؟ لم يثبت هذا إلا أنه كان يسكت بمقدار ما يرجع إليه نفسه، لم يثبت عنه سكوت إلا بعد تكبيرة الإحرام حتى يأتي بالاستفتاح، وبعد الفراغ من قراءة السورة قبل الركوع حتى يرجع إليه نفسه. أما السكتة التي بين الفاتحة وبين قراءة السورة هذه لم يرد بها دليل، لكن بعض العلماء استحسنها من أجل أن يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة.